السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعد إذنك شيخ، كنت عايز أسأل إزاي أستغل اليوم في رمضان؟ يعني تقسيم العبادة يبقى إزاي بحيث إن يبقى أستغل اليوم، وزوجات الرسول كانوا بيقيموا الليل إزاي؟ نعم، ما فيش تفصيل في هذا الباب. عايز تقيم الليل كما يقوم الرجال الليل، قوم الليل على قدر ساعتك واستطاعتك. بعد التراويح وقيام الليل، يعني يبقى الاثنين، صح كده؟ نعم صح. شكرا. الله يبارك فيك.